بنقدم لأول مرة بنحكي في الفترة دي عن فيلم إنساني بيقف على شمال الناس وبيصح فيهم قيم مهمة جدا، زي إن أنت اللي ممكن تختار إنك تصنع من الواقع بتاعك شيء أفضل. ليه احنا بنعمل الفيلم ده دلوقتي؟ لان احنا اللي محتاجينه دلوقتي ده. احنا عندنا واقع صعب جدا، كويس، وعايزين السينما تلعب كده في دماغنا ودماغ الناس، تقول لهم ايه، انت تقدر تصنع من الواقع واقع افضل. وقال له لو كان الحديد ربنا خلقه ونزل فيه صوره، البني ادم صنع منه السجن وصنع منه الطياره.